صعب عليكم؟ تسمعون؟ نعم أستاذ مصطفى. اي يعني شفتوا الواجب؟ المساعد كان صعب صراحة، أنا مو زين بالرياضة بس دائما صعبة. شلون علي أنت شنو؟ صار أنا مو كلش قوي بالرياضيات، يعني الشغلات اللي خلي نقول مسائل وهاي الشغلات آه فدائما أشوف صعوبة. زين. أنا يعني حليت فد 3 مسائل، يعني 4 حليت 3، فنشوفكم على السريع. يعني كان أول سؤال هو هذا، فهذا اللي راح تسويه انه راح تجزئه جزء الى كسرين. طبعا هذا ما دام اس تربيع فوق راح يصير اي اس زائد بي، وهنا سي اس زائد دي، لانه قلنا بالمقام عندنا اس تربيع ففوق لازم عندنا درجة اس واحد، يعني درجة اس واحدة اقل من المقام، يعني فوق لازم عندنا اس، فيصير اي اس زائد بي، يعني اس زائد واحد، العفو اس اس واحد ويا اس اس صفر اللي هو كوفيشنت يعني بي، وهذا نفس الشيء. فالطريقة المعتادة اللي اخذناها دائما، يعني نضرب شو اسمه في المقام هذا، فهنا يختصر المقام، وهنا راح نختصر هذا ويا هذا، يبقى اس تربيع زائد 4 في هذا البسط، كذلك هنا نفس الشيء. نفتح الاقواس ونختار المعاملات مع الاس اس 3 اللي هو هذا وهذا، والاس تربيع معاملاته، والاس معاملاته، والكوفيشنات اللي بلا اس، اس الصفر يعني. احنا هنا بالطرف اليسرى عندنا اس اس واحد مقابل 3، فمعناته بالاس تكعيب المعامل هو صفر، والاس تربيع المعامل صفر. بس بالاس هذا ايش راح يكون؟ يكون هذا يساوي 3، لان هذا معامل الاس هنا 3، والاس الصفر يعني الكوفيشنات بلا اس هي هم تساوي صفر، لان ما عندنا رقم هنا، رقم واحده يعني. فمن هاي المعادلات راح نستنتج انه اي واحد وسي ناقص واحد وبي صفر ودي صفر، يعني نجي بالمعادلة الأصلية هنا بي صفر ودي صفر، وهذا هاي اللي هذا هو اللي راح ينتج لنا. طبعا هذا ما يقابل شنو بالجدول 2-1؟ انه عندنا هذا اللي هو لابلاس مال كوساين كي تي هو اس على اس تربيع زائد كي تربيع، واحنا عندنا يعني هذا هنا موجود، فهنا الكي كي تربيع هو واحد، يعني الكي هم واحد. والترم الثاني عندنا كي تربيع هو 4، يعني كي هو 2، يعني شوف هنا كتبنا إعادة الكتابة، وبالتالي الانفرس عفوا هذا هنا ماكو شو اسمه، هذا هيك ملغي. زين، فهنا راح يصير اول واحد كوساين تي لانه الكي واحد، وهنا الكي 2 فيصير كوساين 2 تي بالشكل هذا. بالنسبة للسؤال الثاني، السؤال الثاني هذا صح، شلون؟ هذا صح علينا. انت طيبة مو؟ اي اوكي، عاشت ايدك. والثاني هو راح يصير
يعني دا تشوفون بي repeated root. Repeated root. فمرة ناخذ S مرة ناخذ S تربيع. بس طبعا شنو الكوفيشنات تكون A و B، يعني احنا ما دام كررناها بالrepeated root يعني راح يظل الكوفيشنت هو A الصفر، يعني العفو S الصفر، لأنه مرة نكرر بالS S تربيع، وبعدين S ناقص واحد ونكرر S ناقص واحد تربيع. هذا هاي الأربع كوفيشنات نقدر بالهيفي سايد إكسبانشن اللي هو هنا وهنا، يعني هذا إذا نلغي، إذا جينا وقلنا S تربيع يساوي صفر، يعني S تربيع يساوي صفر، نجذر الطرفين إن S هو صفر، فهنا هذا هو هنا نلغي هنا، وراح ناخذ S صفر و S صفر ونعوض ال S صفر، فيطلع لنا ال B يساوي اثنين، لأنه يعني هاي كلها صفارة يبقى اثنين، وهنا صفر ناقص واحد تربيع هو واحد، فاثنين على واحد هو اثنين. بعدين نجي شو نسوي؟ نجي على هذا، بعدين هذا بالنسبة لهذا هذا يساوي S ناقص واحد تربيع يساوي صفر، نجذر الطرفين S ناقص واحد يساوي صفر و S يساوي واحد، فنجي هنا وهذا نجي نلغي. زين نجي نلغي، نعتبر S واحد، نعوض بالS واحد، ثلاثة ناقص واحد ناقص ثلاثة زائد اثنين على واحد تربيع، فيطلع D، هذا D هنا لأنه احنا أخذنا هذا الحد، D يساوي واحد. زين فبالهذي السايد نقدر نحل هذا وهذا، بس دولة ما نقدر نحلهم، دولة ما نقدر نحلهم. ليش؟ لأنه أنت إذا جيت S اعتبرته صفر، وهنا لغيت، يعني إيش تلغي هنا؟ لازم تلغي واحدة من الإسات، يعني واحدة تبقى ولا تروح. فلما تجي تعوض بالمقام صفر، يعني هذا S راح يصير S في S ناقص واحد تربيع، إذا هاي الإس عوضتها صفر المقام كله راح يصير صفر، فما راح نحصل شيء. هاي الطريقة ما تصلح بالآيتمات ذول الاثنين اللي هي هاي وهاي، ما تصير هنا. زين احنا نقدر نحله بالطريقه العاديه اللي هسه راح نجي عليها، يعني قصدي نقدر بلايه بيسايد، يعني نجي نحله بالطريقه العاديه، نضربه في المقام ويطلع اربع مجاهيل اي بي سي دي ينحل، هم ينحل، بس احنا للسهوله يعني نحله بالهيفي سايد، نقدر عليه نحله، والما نقدر له نجي بالطريقه الاعتياديه. بس طلعنا بي ودي، نجي بالطريقة العادية راح نضرب بالمقام، يعني نضرب بهذا المعادلة كلها، هاي معادلة كلها نضربها بالمقام، شوفوا انها في هذا راح هذا يختصر المقام، وهنا هذا ينضرب كل حد من دول الحدود، فيطلع لنا بهالشكل هذا، هاي المعادلة اللي تضرب، لان هذا الحد راح ينضرب، هذا الترم راح ينضرب في اربع حدود، كل حد راح يضرب هذا، ف راح يطلع بهالشكل، نفتح الاقواس ونفس الطريقه، يعني هذا جبر، نجي اقواس نوحد، استكعيب وين عندنا؟ استكعيب هنا عندنا، هنا عندنا، نجي نجمعها، عندنا A زائد C، هنا استكعيب شنو معامله 3؟ A زائد C يساوي 3، بعدين نجي ناقص 2 زائد ناقص 2 اي زائد 2 ناقص سي زائد 1، شوف اربع حدود عندنا، 1 2 3 4، هذا شكو اربعه، هاي شنو بها؟ اس تربيع، فمعاملات الاس تربيع هنا نكتبها 1 2 3 4 شو يساوي؟ يساوي ناقص 1، لان معامل هنا اس تربيع وناقص 1. كذلك اس نفس الطريقه. زين وبعدين عندنا هاي اثنين هنا واثنين هنا، هاي تنشطب، ماكو يعني ماكو فد مشكله، يعني هذا يعني ما عندنا تيرمات هنا بس الاثنين، يعني ما عندنا كوفيشنات اخرى، يعني فمن هاي المعادلات نستفاد، نطلع اي وسي، فاي يطلع واحد
وسي يطلع 2 ونعيد كتابة المعادلة من جديد اللي هي هذه هاي نعيدها هنا نعيدها هنا وراح نجي كل وحدة يعني شوفوا الاثنين طلعنا على صفحة هنا كذلك 2 على صفحة وهذا يبقى 1 طبعا هذا خليت لك إياه 1 فاكتوريال 1 فاكتوريال لأن عندك جدول الجدول هنا راح تستفاد من هذا راح تستفاد من هذا راح نستفاد من هذا ومن هذا كذلك طبعا من هذا راح نستفاد واعتقد من هذا زين راح يجي شو نقول نجي 1 على إس راح يصير 1 الاثنين تنزل 1 فاكتوريال على إس تربيع هو تي لأنه شوف هنا راح يصير إس أس 1 زائد 1 ف أس 1 يعني هو إس تربيع عندنا فيصير 1 زائد 1 فش يرجع يصير تي أس 1 تي أس 1 فراح يصير 2 في تي وبعدين هذا راح يصير اي للاثنين 2 مضروب في اي للزائد تي يعني هو اس ناقص 1 قلنا ناقص عكس الاشاره مال هذا اي نعم هذا هو هذا شوف زائد اي هنا ناقص اي اذا ناقص اي هنا زائد اي او اكو شيء لاخ تقدر من عنده تساوي اس زائد اي يعني تساوي للصفر اس زائد اي يساوي صفر فاس شي يساوي ناقص اي فناقص اي تجيبه هنا كيفك يعني شلون انت تفتهمه في اما هيك يا اما هيك فماكو معنى يصير اي للزائد تي وهذا يرجع لهال ايتم هذا ما يشابه هذا الايتم يصير تي اس 1 في اي للزائد تي لانه عندنا الاي هو ناقص 1 اللي هو هذا تي في الاي للزائد تي نطلع منه خارج قوس الاي للتي يطلع هنا وهذا نقدر نلمه بفتح قوس هذا نجي نشوف طريقه ثانيه وكل هذا السؤال اني هذا وين حكي يعني كلامي يربط ويا شنو هسه راح اشوفك ربط الموضوع وين دقيقه شابتر احنا شنو اللي اخر شيء هذا بالريبيتد بالريبيت شوف if any repeated if any of these roots are repeated the term given in is multiplied by a power series يعني هذا الباور سيريز اللي شرحنا بالمحاضره اللي فاتت عليه هذا بدل ما تسوي العملية الفوق رأسا تأخذ الترم الصغير تحله وتضربه بالباور سيريز اللي هو بدرجة أقل من الأس الأصلي يعني إحنا هناك كان عندنا تربيع فأنت توصل لدرجة أقل يعني لهنا أنا للتي هسا نجي نشوف شنو الموضوع يعني هسا أنت عندك إس تربيع يعني التربيع هي درجة ثانية مو فأنت توصل لدرجة أقل من الثانية يعني الباور سيريز توصل أنت عندك شوف أنت عندك هنا تي الصفر تي أس 1 تي تربيع ويروح تي أس 3 تي أس 4 تي أس 5 إلى أن يوصل درجة أقل من الدرجة اللي عندك بالإس يعني بالإس عندك إس تربيع فأنت توصل إلى تي أس 2 ناقص 1 يعني تي أس 1 يعني لهنا من كي 1 كي 1 زائدا كي 2 تي بس هاي يعني تي أس 1 ليش تي أس 1 لأن عندنا هنا إس تربيع فالتربيع 2 ناقص 1 فأنت توصل لتي أس 1 هنا كذلك نفس الشيء يعني إس ناقص 1 تربيع هم نفس الشيء التربيع ينقص 1 يصير بس واحد بالباور سيريز فاحنا بالبدايه يعني احنا حلنا شوف لدينا نوعين من الجذور المكرره في السؤال يعني انا اريدك تفتهم موضوع الـ هذا الباور سيريز لان كلش يفيدك بالحل
فأنت الجذور المكررة عندك شنو؟ عندك أول واحد نوعين، أول واحد عندك S و S تربيع، لأن هذا هسه لما نتجزأ هنا مو جزأنا، جزأنا إلى واحد على S هنا A على S زائدا B على S تربيع، هذا مرتين شنو ليش؟ لأن مكرر، وهنا هذا مكرر، فعندنا النوع الأول والنوع الثاني. فالنوع الأول هو S S تربيع، والثاني S ناقص واحد S ناقص واحد تربيع. زين احنا ايش نجي نحل؟ اولا الاس، ما نجي على الاس تربيع، بس الاس يعني واحد على اس، نحل الواحد على اس فقط، الواحد على اس ونسميه اف 1 اوف اس، يعني اول واحد اف 1 اوف اس هو واحد على اس، فالواحد على اس هو حله شنو؟ هو واحد لما نسوي الانفرس مال اللابلاس، والثاني هو على اساس اف 2 of s هو واحد على s ناقص واحد، يعني أول واحد من كل واحد ناخذ الأول هذا وهذا، فأول واحد ينطينا واحد والثاني شو ينطينا؟ ينطينا e للt. زين فهذا أول واحد هو واحد، مو قلنا واحد، شو نضرب هذا الواحد؟ نضربه في الباور سيريز اللي موجود هنا، شوف هنا k1 زائدا k2 في t اللي هو هذا K1 زائدا K2 في T. زين ثاني واحد لما راح نحل واحد على S ناقص واحد، هذا الانفرس مالته هو E للزائد T، ال E للزائد T انضربه في power series اللي هو K3، لأن يعني عندنا K1 K2 عندنا هنا، راح يصير K3 زائدا K4 T، شوف لحد T بس واحد، لأنه وش عندنا؟ ليش؟ لأنه عندنا T تربيع، هنا عندنا تربيع، فالتربيع تنقص منه واحد يوصل إلى تي أس واحد. هذا الحل نجمعه لأنه عندنا اثنين هذا وهذا، فينجمع هذا الحل، يعني ينجمع يصير أول حل واحد في هذا هو ينزل نفسه، والثاني هو ينزل هذا. هسا قارن، شوف هسا قارن هذا الحل، شوف هذا الحل ما عدا عندنا هسا كوفيشنات مدى نعرفه، قارن هذا ويا هذا، هذا الحل اللي طلع لنا مو نفس الحل؟ تمام؟ مو نفس الحل؟ هذا هنا يعني الكوفيشنات نعرفها، يعني هنا طالع الكوفيشنات واحد واثنين واثنين وواحد، بس هنا الفرق انه الكوفيشنات مدى نعرفها، يعني بعدها مجهولة، هذا طبعا هنا بين قوسين اللي هو هذا. تمام زين، فهذا شلون نطلع الكوفيشنات؟ شلون نطلعها؟ هاي سهلة ما بيها شيء. شو تسوي؟ أنت ترجع هذا، أس أنت مو طلعت المعادلة، طلعت f of t، أنت ترجع شو تسوي؟ ترجع هاي المعادلة تأخذ لها لابلاس، يعني راح تجي شو تقول؟ تقول f of s يساوي، تجي تأخذ لها لابلاس، لابلاس مال هذا راح يصير k1 على s، واللابلاس مال هذا راح يصير k2 في t، شنو اللابلاس مالته؟ تجي هنا التي هذا تي، زين تي يعني تي واحد، هذا تي هو واحد على اس تربيع، او حتى اذا قلت تي اس واحد هنا أنا راح يصير واحد فاكتورال على اس اس واحد زائد واحد، يعني اس تربيع، يعني واحد على اس تربيع اللي هو يعني كي تو على اس تربيع. تفتح هذا القوس، قوس هذا تفتحه راح يصير ايتمين، يعني راح يصير حدين، كل حد راح تاخذ له شو اسمه العفو، هذا طبعا اعتقد K4 K3 زائد K4 T، العفو هذا بعدين اصلح لكم اياه، K4 T يعني K3 زائد K4 T، مثل هاي K1 زائد K2 T وK3 زائد K4 T، فهذا ينضرب في هذا وهذا ينضرب في K4 T، ينفتح القوس وكل ايتم راح تاخذ له اللابلاس مالته. لما تجي تاخذ اللابلاس مال كل الحدود، تجي تاخذ له مضاعف مشترك، يعني مثل هذا تسوي له مضاعف، المضاعف المشترك، وتوحد الكسور. لما نتوحد المقامات، يعني قصدي توحد المقامات، وتجي تطلع البسط هنا طلع البسط، راح يطلع بدلاله K1 و K2 و K3 و K4، وراح تشابه البسط مال هذا
ويا البسط مال هذا، يعني مثل ما حلينا الأسئلة الفاتت، يعني راح يصير S تكعيب، تجمع الـ S تكعيب والكوفيشنت مالته راح يصير بي كي 1 وكي 2، شوف شنو يساوي 3. طلع معادلات منه بالطريقة الاعتيادية، طلع معادلات وطلع القيم الكي ويطلع مثل هذا، مثل هالجواب. مفهوم؟ مفهوم هاي الطريقة؟ منو عنده سؤال على الطريقة؟ استاذ شوية صعبة. شنو هاي؟ اي يعني هاي اصعب من ذيك؟ اي والله استاذ. تعطيني ايش تقولين اصعب؟ مو تدرين شنو؟ زين ها مو تدرين ليش تقولين عليه صعب؟ لانه احنا ما اخذنا في الدرجة عالية، مو هاي الطريقة. مرات احنا يعني يمكن الكوفيشنات تكون في احيان ما هي مو كلش مهمة نطلعها. زين اني اسألك سؤال، هسه لنفرض اذا انت عندك بدالك اس تربيع عندك اس والستة، وهنا أنا عندك هذا والستة، يعني مو تربيع والستة. زين لما عندنا الستة وتحليه بالطريقة الاعتيادية ايش راح تسوين؟ راح تقولين واحد على اس، العفو اي على اس زائدا بي على اس تربيع زائدا سي على اس تكعيب زائدا دي على اس اس اربعة زائدا اي على اس اس خمسة زائدا اف على اس اس ستة. هاي صارت ايش قيد؟ ست حدود. بعد مرة لو تعيديها على هاي هم ستة يصير 12 حد و12 كوفيشنت وما ادري شنو، يعني راح السؤال راح يصير كلش طويل. بينما لو تجي تحلي بالباور سيريز بهذا، ها لو بهذا تحلي راح يصير سهل. ليش؟ لانه وش عندنا؟ عندنا مو قلنا سته؟ سته راح تجينا هنا تقول ان كي 1 زائد ان كي 2 تي زائد ان كي 3 كي 3 تي تربيع وكي 4 تي تكعيب وتي اس 4 وتي اس 5، يعني تستدرجين بالباور سيريز تستدرجين به وتقفلين عليه. وهاي وكذلك هنا هذا اي للتي وتستدرجين من كي الى تي، تي تربيع تي اس 3 تي اس 4 تي اس 5. وهاي نحل السؤال، تجمعين هذا وهذا وطلع. زين يعني انت راح تتوصلين للحل. شوفي الفرق وين، انت هنا توصلتي للحل لكن شنو كوفيشنات بعدها ما معلومة. هنا احنا ما نقدر نتوصل للحل الا لما نطلع كل شيء، يعني الكوفيشنات لازم كلها نطلعها بالبداية يلا نوصل للحل النهائي. يعني هذا هو الفرق هنا بين هذا وذاك. احنا احيانا نقول يا بالكوفيشنت مو مهم، بس نريد نعرف طبيعة المعادلة شنية، يعني نريد نوصل للصيغة النهائية بس الكوفيشنات بعدين نطلعها. هنا ما نقدر نسوي هالشيء، لكن هنا نقدر، هنا بهالطريقة نقدر نتوصل للحل النهائي، لكن شنو الكوفيشنات يعني بعدها مجهولة. فهمت الفرق وين؟ اي استاذ. زين استاذ انت بالامتحان هذا الطريقة شلون؟ الطريقة يعني بالامتحان انت تحددها لو احنا نختار؟ والله ليش لا؟ هي طبعا احدد لك الطريقة. زين يعني هسه شنو بعد تشوفيها صعبة؟ لا زين استاذ يعني ممكن زين ممكن اني شلون اخليك يعني تسلكين هاي الطريقة. راح اقول لك انت خلي لي الحلول بس مو شرط تطلعي لي الثوابت. يعني ممكن اجيب لك فد معادلة بدال التربيع، مثل ما هسه شرحت لك بدال التربيع اجيب فد شيء كلش عالي، يعني بدال بقول 6 او 7 واقول لك مو شرط تطلعي لي الكوفيشنات، لان موضوع الكوفيشنات لانها شوي ياخذ يعني ياخذ حال وش اسمه وقت. فبالحالة يعني شقد ما أجيب لك هاي الدرجة عالية أنت هنا رأسا راح تحليه، مو هذا ما راح يأخذ منك أي وقت أو جهد.
مجرد انت تعرفين المعادله وراح تسطريها وتخليها راسا، عرفت شلون؟ اي بس نريد بعد يعني امثله اذا امكن، يعني حتى نفهمها كلش زين. ادري امثله يعني زينه يعني ما افتهمتوها. استاذ مثال واحد يعني ما لحقنا نفهم، خاصه بعدنا مرتبطين بذيك الطريقه. ما يخالف طلقوها ذيك الطريقه. ما يعني هسه انتم مو انتم صف رابع المفروض يعني عقلكم يصير شو اسمه مرن مرن يعني راسا فد شيء ثاني يجي يربط ويا الاول راسا تكونون شو اسمه تتقبلون التغيير يعني تتقبلون عموما. احنا جبناها فعندنا هذا هاي المعادله عندنا معادله الديفرنشال ايكويشن هاي تجي عندنا هذا الباوندري كونديشن اللي منطي هذا وعلى اساسه نجي نحل نطبق عندنا شو اسمه الديريفيتيف يعني اللابلاس على الديريفيتيف هذا نطبقه هنا هذا اول واحد يخص هذا هاي الثلاثه تخص الاول وهذا يخص الثاني وهذا يخص الثالث ناني واليو اف تي هو واحد يعني واحد على اس فتجي تفتح الاقواس تفتح الاقواس هنا والاكس اوف صفر هو واحد اكس فتحه اوف صفر هو واحد يعني هذا وهذا نعوض عنه واحد هنا وهذا نطلع اكس اوف اس خارج قوس بين هالحدود بين هذا وهذا وهذا لا عفوا هذا هذا وهذا وهذا ثلاث بي اكس اوف اس طلع خارج قوس تجيب دول تجيبين على صفحه هذا كله جبر زين وهذا لما طلعته خارج قوس تجيبه بالمقام صار عندك لابلاس يعني معادله لابلاس هسه نجي شو نسوي؟ تجزئه هذا تسوي تربيع زين وكذلك هنا هم يبدي موضوع شوف هنا صار عندنا ريبيتد روت يعني انت يا اما تحله بالطريقه العاديه تقول اي على اي زائدا بي على اي زائد واحد زائدا سي على اي زائد واحد تربيع تجي على هذا اول واحد تقدر شو اسمه تطلع الاي العفو اني هو حاله يعني بالش اسمه بالباور سيريز فانت شو تحل؟ تحل هذا وهذا بس انت اول شيء تقدر هذا الاس تساوي له الصفر وتلغيه هنا تلغيه هنا الاس وتساوي اس الصفر يطلع اي اي هو واحد زين تجي هنا تحله للاس زائد واحد يعني ايش عندنا؟ يعني واحد على اس راح يصير الانفرس مال هذا انفرس لابلاس هو واحد زين نحله بالنسبه لهذا شوف هذا البي والسي ما راح يعني نجي على طريقه اذا جينا على طريقه الباور سيريز احنا راح نحل الى واحد يعني اللابلاس لابلاس انفرس مال واحد على اس زائد واحد واحد على اس زائد واحد الانفرس لابلاس هو اي للماينس تي لانه هذا زائد واحد فيصير ناقص تي هذا ما دام عندنا ريبيتد روت راح بيش نضربه؟ نضربه بهذا الباور سيريز الباور سيريز يبدي منين؟ يبدي من الكوفيشنت كي1 زائد اذا كي2 تي مثل ذاك الاولاني لان تي اس واحد ينقص عن التربيع واحد فاثنين ناقص واحد واحد فتي اس واحد يعني ما عندنا وراء ايتمات يعني ما نستدرج بالباور سيريز هذا ينضرب بهذا هذا هو الحل نجي شو نسوي؟ نطلع شو اسمه؟ نطلع كي1 وكي2 فنجي شو نسوي له؟ ناخذ اللابلاس مال هذا اللابلاس مال هذا ناخذ واحد كي1 هذا اللابلاس مال هذا الحد هو موجود واحد على اس زائد واحد هذا من الجدول نطلعه او واحد يمكن هاي الاشياء البسيطه يمكن راح يحفظها بلاي ما يرجع للجدول كي2 في تي تي للاي ماينس تي راح يصير هو هذا
هم من الجدول، ما اريد ارجع للجدول لانه تعرفوها شنو، واحد عليه زائد واحد تربيع، تجي تساوي المقامات، ايش عندنا مقامات؟ اس اس زائد واحد اس زائد واحد تربيع، فراح يصير اس اس زائد واحد تربيع، هذا مضاعف المشترك، هذا على هذا شو اسمه؟ اي هذا على هذا اس يروح في واحد اول واحد تربع، ثاني تم هم انقسمه ينطينا هذا، هذا على هذا في واحد ينطينا هذا. نفتح القوس ونطلع اس تربيع عندنا ياهو يا حدود، هاي عندنا اس تربيع، هاي عندنا اس تربيع، راح يصير كي واحد زائد واحد، هذا واحد هنا ناسي يعني، راح نخليه واحد هنا. زين زين وكذلك معاملات اس كلها نجمعها قوس واحد زائدا واحد، راح نجي نساوي كي زائد واحد يساوي واحد، ليش يساوي واحد؟ لانه الاصلي المعادله الاصليه اس تربيع، فالاس تربيع هنا معامله واحد، الاس تربيع معامله واحد، فراح يصير كي زائد واحد وواحد. زين بعدين كي واحد زائد كي اثنين زائد اثنين شو يساوي؟ هذا اي هذا يساوي ثلاثة. زين يعني كي واحد زائد كي اثنين زائد اثنين يساوي ثلاثة، هذا زين. هنا رأسا واحد ويا الواحد تروح، فكي واحد هو زيرو، كي واحد نجي نعوض هنا زيرو كي تو زائد اثنين يساوي ثلاثة، ننقل اثنين هنا يطلع كي تو واحد، فإذا هنا عندنا كي ون، كي ون هو طلع زيرو، كي ون زيرو هذا الحد يروح، يبقى لنا بس الحد كي اثنين هو واحد، فراح يصير واحد زائدا تي في الاي للماينس تي، واحد زائد تي للاي للماينس تي. هسه فهمت الطريقة شنو؟ ها طيبة واضحة؟ يا استاذ هاي واضحة، بس يعني استاذ انا ما اعرف شلون حل هذا السؤال، يعني بداية القوس ما فتحته اني من صار اس تربيع زائد اثنين اس زائد واحد، مو اني ترى ما حل بهاي الطريقة، يعني هاي الطريقة ام صحيحة هي، يعني هي الطريقة الرئيسية غير اللي هي استاذ، بس يعني انت هناك يعني استاذ هنا أنا. يعني انت حالته هذا لو شلون؟ لا استاذ هنا أنا من اخذنا سويتها اي على اي زائدا بي اي زائدا سي على اس تربيع كملت يا هذا يعني أي. يعني انت شنو سويتي هيك غير مثل هذا؟ انت يعني شلون مسوي الاس تربيع اي ما يعني اس زائد واحد اس زائد واحد تربيع اي انا هنا ما مسويت اس زائد واحد اس زائد واحد يعني شو مسويت؟ استاذ هنا انا لي فوق انت مو طلع اخر شيء الناتج اس وقوس اس تربيع زائد اثنين اس زائد واحد هاي الخطوه اللي قبلها قدام هذه؟ هذه مفتحتيها؟ لا لا هي ما تنفتح، هذا مربع كامل يعني هذا اس تربيع زائد اثنين اس زائد واحد تسويه هيك يصير مربع كامل غلط؟ إيه هو هذا الشيء الرئيسي، لعد شلون حليتي؟ استاذ حليت يعني اي على اس زائدا بي اس زائدا سي على هاي المعادله لا لا ما يصير مو احنا لعد ليش نسوي هيك غير نبسطه يعني احنا نسوي هذا مربع كامل نسويه لانه هذا مبين هذا هاي الصيغه اس تربيع 2 اس زائد 1 هذا صيغه مربع كامل ليش؟ لان مربع انت لازم هنا شوفي هنا لما تشيكين هذا هسه هذا مو معادله
من الدرجة الثانية هاي الثلاث حدود نجي نشوف الحد الوسطي واني شرحت لكم هذا الحد الوسطي تاخذين مربع نصف معامل اس يعني نص الاثنين ايش قد نص الاثنين هو واحد فالواحد تربيع هو واحد فالواحد موجود هنا تمام يعني مربع نصف معامل اس نصف معامل اس هو واحد مربع مالته هم واحد موجود هنا لو لا اذا موجود اوكي ما دام موجود هذا عشان يتحول الى مربع كامل يصير اس يعني جذر الاول زائد الجذر الاخير يعني اس زائد واحد بين قوسين تربيع هاي انتهى بعد نحن ليش سوينا هيك مو على مود نمسط الحل هو هذا اساسا مو يتحلل هسه هذا هسه اذا تجين تحللين هذا يتحلل او ما يتحلل هذا استاذ يتحلل ايه يتحلل شي يصير التحليل مالته مو تفتحين قوسين فتحين قوسين يصير S زائد واحد S زائد واحد هيك يتحلل يعني انت حتى لو مو مربع كامل تعالي حللي عادي تحليل عادي تمام اكو واحد ما يعرف يحلل حللي عادي بالتحليل راح ينتج لك بالتحليل S زائد واحد S زائد واحد راح تعرفين انه هذا مربع كامل لان ينضرب S زائد واحد في S زائد واحد يطلع S زائد واحد تربيع تمام تمام فأنت أساساً بالحل أنت لما جيتي هذا لازم تحلليه تشوفي يتحلل ولا إحنا إيش قلنا يعني شنو طريقتنا بحل هاي الأسئلة لما أنت جيت شي شغلة يعني أنت ممكن تسوي طبعاً ممكن يعني وإحنا طبعاً هذا الإس بعدين نجزئه بس بالبداية هذا القوس هذا نحلله نسويه يعني قوسين ونحلله ورا ما نحلله نجزئه هنا يعني اول واحد يصير اس وبعدين الثاني اذا كان هذا يتحلل يعني اذا يتحلل مو مربع كامل مو مثل هذا يعني اذا كان يتحلل اذا قيمتين مختلفه راح يتجزئ واحد هنا مثلا اس زائد واحد محتمل هنا يطلع اس زائد اثنين مثلا زين بس ما دام هذا هو مربع كامل فراح يصير بهالشكل لانه ريبيتد روتس هذا موضوع ريبيتد روتس ومثل ما قلنا نقدر نحله بالطريقة الاعتيادية ونقدر نحله بالباور سيريز فمن عنده سؤال على هذا الموضوع علي فاهمة علي أستاذ يعني مو كلش أستاذ يعني لازم أقرأ رياضيات بد يوم يومين قبل الامتحان هيك مو انت يعني لازم شو اسمه يعني هذا لما ناخذ الاسئله شويه راجع هاي الامور مال الرياضيات لانه لما تخليها وما تليها بعد يعني شويه تصير صعبه عليك تتراكم لا استاذ انا المحاضرات اباوع عليها بعدين شو اسمه نص ساعه ورا هم فد يوم نص ساعه او نفس اليوم صبح نص ساعة وليل نص ساعة زين زينب افتهمتي زينب زينب ماكو زينو نايلة ايه استاذ افتهمت بس مطول هاي مالكي حلها يعني مطول ايش نسوي مين نجيب لك طريقه قصيره طريقه اولى نجيب لك طريقه قصيره يعني هسه زين صاد افتهمنا بس لازم احنا نقرا يعني نكتب هاي نحل يلا يصير اي طبعا ايش وأحمد أستاذ يا أحمد أحمد جمعة أستاذ زين يعني وسط والله ها؟ يعني لا ضابطة 100% ولا فوت بس راجع إن شاء الله أضبط وين يمكن أحمد بهرام ما موجود
بلا دكتور جان. ها اخر كواني ناوي تنس راوي الدكتور بخوش ناوي تنس ناوي تنسيوا نسيوا دكتور بس در ناتشي بس طلبنا علينا درسي ناوي تنس راوي هو در ناتشي بخوش دكتور نازانم بوتم من ساعات يكون يو غلطان اتسم نازاني بنوسي اي والله دكتور يا كم محاضرة نسيم دو محاضرة نسيم بس هي مصارم أما يكون اسم نظر نانو سريت نانو سريت انتو نازاني نوسي بخوي جارة عقل برنامجية ناخوانا بخوي موبايل كم جارة سوال مية نازر اه باشا صد كيب شنك حتى أسرد دكتور حتى اصلا لزقيت غياب مني داو نهار النهار شو اي اعلان شو يا اعلان بونا شو والله دكتور على ناس انا بخوا او ساي شيء نسمع اصلا ايه تبر ناشي او نسيم هات لا والله نهات يلا مشكلة نية من بس اصلا لزقيت غياب مني بس يا نازم بنا نسري بس كم محاضر ودو من فيش ما نقيته يا كم محاضر دو محاضر ناو مسراو المسرا بس آه آه زعلنا ودنا شو يعني لا خلنا بس قائمك بس تابود ناتشي خلي قيت يا دكتور يلا مشكلة والله شو زانم يعني خلي الكلاي توي نازم تو زان يا والله يا دكتور بناتشي يلا مشكلة نيا لا عارف درجتنا وكم لا عارف درجتنا وكم لا يطيب علي يطلع اسمه يطلع يمك احمد بهران استاذ ايه موجود استاذ هو اسم كاتب الايميل مالته الايميل اتوقع يطلع هو مو دقيقة ها ايميل احمد اي احمد بهرام زت واي زت يبدأ يطلع عني هم يطلع يمي بس اسمه بالتشات لما دا يكتبه لا استاذ ماكو ما دا يطلع اي مو عني هم دا اقول يعني زين دكتور عيد ما يدز ما يرسل لان هو الرسالة عكس بالاسسي يعني المسج دوس الصورة للصفة مو مالت الإرسال صاير عكس إيه هذا منو هسه دز الإيميل هسه طلع هسه طلع شنو هذا إيميل دز إيميلك إيميلك أتنا عبدوا بلا إيميلك أدر شو بود ناو در ناتشي والله الدكتور بخو ناظر خلي الموبايلك هي اللي موجود اسمه مو اسمه هذا الايميل داز الايميل ما ادري يعني مرة ثانية هيان ادازه اه ايه تمام هسه طلع تمام الحمد لله الحمد لله ما ادري يمكن هو دايخ ما ادري دا يحب هو احمد بهرام ما اعرف والله دكتور يعني ما ادري ما ادري اكو وحده مطيره عقله ما اعرف استاذ من المرحله الاولى وهذا طاير عقله يعني البارحه شو وقت كان البارحه حجي شفته لاحمد شفت احمد واعلان بالكليه صح دكتور عنده رحله بالجامعه جاي يروح له يوم الاحد وين بالجامعه منو انت؟ دكتوراني باسم اه باسم اي طلع اسمك يلا اوكي خلينا نكمل اللي شو اسمه هسه دقيقة شو نعطيكم؟ نعطيكم هذا شوف هذا الجدول شوف هذا الجدول
شوف راح نعطيك في مثال آخر اللي هو شوف هذا السؤال عندك هذا السؤال مشابه للسؤال اللي أنا راح أذكرك فيه. اللي هو وين شامبرلين هذا ايه هذا عندنا هذا السؤال اللي هو هذا مشابه لهذا السؤال مشابه لهذا السؤال هذا شوف هنا لا دقيقة اي هذا عندنا هسه هذا الايتم زين هذا نجي نريد نطلع هذا لابلاس ترانسفورم نطلع الاف اوف تي فهذا شوف يا اما نحله بهذه الطريقه اذا تشوف الطريقه المعتاده اللي حلينا بي ذاك السؤال لما سوينا مربع كامل شوف هنا هذا عندنا معادله قابله للتحليل بس لما نجي نحلل هذا لما نجي نحلله راح يطلع به جذور خياليه فاحنا اذا نبتعد عن الجذور الخياليه شو نسوي اذا نبتعد عن يعني هذا طبعا انت هاي المعادله اذا تريد تعرف حلها شو تسوي له بلاي مدوخ راسا نطبق عليه قانون الدستور انت قال ترى هاي الامور لازم انت تعرفها اذا ما تعرفها ترى انا هاي ما اقدر يعني هاي مو من مسؤوليتي اقول لك والله تعال افهمك قانون الدستور لان قانون الدستور هذا اخذناه صف ثاني متوسط وهذا هاي امور اساسيه بالرياضيات يعني قانون الدستور ومربع كامل ومدري شنو هاي الشغلات انت لازم تعرفها زين فالدستور قانونه معروف يعني شنو راسا تجي تطبق القانون راح يطلع لك اس يعني يطلع لك قيم اس جذور خياليه فانت ايش تسوي له؟ تسوي هذا مربع كامل ايش تحتاج هنا مربع كامل؟ عندك معامل اس 4 نص الأربعة 2 2 تربيع هي ايش قد؟ هي 4 فانت تاخذ من ال 13 تاخذ 4 يعني ضيف له 4 يصير اس تربيع زائد 4 اس زائد 4 ايش يبقى من ال 13 يبقى 9 فراح تصير اس تربيع زائد 4 اس زائد 4 هو مربع كامل تراجع ايش اس زائد 2 تربيع والتسعة البقت التسعة البقت هي 3 تربيع زين هذه الجوة هسه هذا الجوة هيك سويناه الفوق شو نسوي الفوق ما دام عندنا شوف هذا الثلاثة يقابل الكي هذا وين بجدول 2-1 هسه راح نطلعه ونشوفه هذا يقابل الكي والاثنين يقابل الاي وفوق ايش عندنا 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 شوف هسه راح اطلع لك شو اسمه شوف راح اطلع لك هذا احنا شيا تيرم هذه التيرمات تفيدنا هاي وهاي شوف هذا وهذا فش عندنا زائد اي لازم هنا شوف هذا هنا كي تربيع وهنا فهنا هذا الاي هو موجود هنا وهنا الكي موجود يعني لما نرجع للاي للماينس يعني هذا يرجع لهنا فبالساين عندنا كي تربيع والكي فوق وبالكوساين عندنا اي موجود اي هنا يعني مره هنا اي ويا الاي وهنا بس كي وحده فلما نجي شوف هنا هذا كي هنا ناخذ 3 مثل هذا يعني من الاس زائد 5 ناخذ 3 نطلعها حد على صفحه اللي يبقى شنو؟ اللي يبقى اس زائد 2 فاد 2 الاي عندنا 2 وهنا هم عندنا 2 اذا راسا شو يصير؟ راسا نجي نرجع هذا يرجع للكوس اي
اي للماينس 2 تي مضروب في كوساين 3 تي، يعني مثل هذا، مثل هذا يرجع وين؟ يرجع لهنا اي للماينس 8 تي مضروب في كوساين 3 تي. والترم الثاني اي للماينس 2 تي مضروب في الساين 3 تي اللي هو هذا. شوف اي للماينس 2 تي مضروب في كوساين 3 تي، يعني الاثنين هي اي والثلاثة هي كي، ومرة لوخ اي للماينس 2 تي ساين 3 تي. زين هذا هسه شوف هذا الحل ها هو طريقة. اكو الطريقة الثانية، الطريقة الثانية انه انت تطلع الجذور حتى لو كانت بالكومبلكس نمبر، يعني بالجي. فاذا طبقت الدستور عليه ايش راح تحصل؟ شوف راح تحصل هذا الايتم، يعني راح ينطيك جذرين، الجذر هو ناقص 2 زائد 3 جي، والناخ ناقص 2 ناقص 3 جي. هذا تيجي تقارنه بهذا الجدول مو هذا الجدول الاخ اللي هو اللي هو هذا. شوف لما عندنا قيمه الاي، عندنا قيمة الأيمة البي، زين؟ فالأي هو بالماينس، يعني الأي شوف ناقص أي تو هذا ناقص أي تو، فراح يصير يعني بالقيمة مالته أنت تخلي، يعني نرجع هنا. فهذا شوف عندنا 2 الاي 2 ناقص 2 الاي ناقص 2 والبي هو زائد ناقص 3، يعني هنا هم عندنا زائد 3 وعندنا ناقص 3. هذا شنو معامل جي؟ معامل جي هو بي، وعندنا الحد الريل نمبر اللي هو بلا جي، يعني الحد الريل نمبر هو ناقص 2. فايش راح يصير؟ راح تجي بالحل راح تقول اي للماينس 2 تي مضروب افتح قوس سي 1 كوساين 3 تي زائدا سي 2 ساين 3 تي. يعني شنو؟ يعني الريل بارت، هذا الريل بارت اي للماينس 2 تي. شوف هسه هنا نطلع هذا، شوف هذا هو الحل اي للماينس 2 تي. هو طبعا الريل نمبر ايش قد ما عندك هو الرقم تخليه اس، يعني اي للماينس 2 تي. زين هسه نجي على المعامل جي، معامل جي هو 3، مره زائد 3 مره ناقص 3 مو مشكله، المهم هو 3. راح يصير سي 1 في كوساين 3 تي زائدا سي 2 ساين 3 تي. عرفت شلون؟ هذا بلي ما تدخل بالدوخه مال ذيك، مال تجي تربع ومتسوي مربع كامل ومدري شنو، وهاي الهوسة كلها تخلص منها. ليش؟ لأنه عندك هذا الترم هو ثابت، هذا موجود على أساس هذا، أنت بس مجرد تطبق الدست وتطلع الجذور مال الحل حتى لو بي كومفلكس نمبر، يعني عندك ريل بارت وإيماجينري بارت. الريل بارت هم نرجع عيد لك اياه، الريل بارت تسوي اس للاي، الريل بارت هو ناقص 2 راح تقول اي للناقص 2 تي، تفتح قوس تجيب هسه الايماجينري بارت اللي هو معامل جي، معامل جي هو زائد ناقص 3 مو مشكله، هو يعني ما دام هو معامل جي ناخذ 3. فشو تقول؟ مره تسوي كوساين مره تسوي ساين، تقول سي 1 كوساين 3 تي زائدا C2 ساين 3 تي وتسد القوس. عرفت شلون؟ إذا ما عندك ريل بارت، يعني إذا عندك الريل بارت اللي هو ناقص 2 هنا، إذا عندنا هو صفر
الرين بارت. إذا الحالة إي الصفر راح يصير. ما دام إي الصفر واحد هذا التيرم طار. شو ينطيك؟ ينطيك هذا. شوف في هالحالة هذه الحالة هو عندنا بس إيماجينري بارت. يعني الحل حل المعادلة بالدستور ما راح هنا رين بارت. الرين بارت هو صفر. بس إيماجينري بارت راح يطلع بس هذا يطلع. شوف هذا. هذا المقدار هو هنا مكرر C1 cosine B3 T زائد C2 sine B3 T افتهمتوا ولا لا؟ لو ما افتهمتوا والله أستاذ ما افتهمنا أستاذ ما افتهمنا كل ليش ما افتهمتوا؟ ليش؟ مبين يعني هو قانون يعني هاي المعادلة هاي المعادلة هاي بالدستور حلوها بالدستور بالدستور تحلوها يطلع جذور المعادلة تطلع ناقص 2 زائدا 3 جي جي هو جذر ناقص 1 تعرفوه مو؟ تعرفوه؟ جي هو جذر ناقص 1 فتحلون الجذور هاي المعادلة تطلع على أساس جذور المعادلة تجي لهذا الجدول تطبق جذور المعادلة تحسب الأي يعني هو جذور المعادلة بي ريل بارت وبي إيماجينيري بارت الريل بارت تسميه A هذا هو ناقص 2 عندنا A والمعامل J هو B زين الريل بارت هو A والمعامل J هو B فتجي تطبقه هنا بالقانون ورأسا تخلي الحل مالتك يعني بالشكل هذا على هذا تخليه رأسا تخلي الحل وينتهي الموضوع يعني فهو هذا يعني هاي الطرق يعني يخليها لك على مود يعني شلون يبسط لك الطرق أخرى على مود لا يعني لا تقعد يعني ما يعني تطلع تسوي مربع كامل وكذا يعني الحل يطول هنا أنا رأسا دا ينطيك إياه زين هذا يعني راح عموما راح نعطيكم بعدين نعطيكم عليه واجب يعني تدبروا لا والله استاذ لا عاد شلون استاذ اعطينا امثله امثله لي وين نعطيكم يعني صار لي صار لي اكثر من ساعه دا احكي تقولون ما فاهمين إيه أستاذ ضعف هاي الطريقة وحبها بول والعب ما تسمعها هاي الطريقة كلش مبهمة إن ما أعرف أستاذ إحنا متعلمين على الصعبة ما أعرف زي من يقال يعني أنت هسه أنت بس تقولين الباقين يعني ماذا أسمع منهم باقي الطلاب شو تقولون يعني هو اعتقد بس انا معي لو وياك زين زينب شو تقولين زينب ماكو يمكن زينب كاتبه اسمها وشالعه فر فر فراوينها وطالعه زين عندنا هذا هو شو اسمه عندنا باللابلاس ترانسفورم عندنا فاينل فاليو وعندنا انيشال فاليو فاينل فاليو ثيورم يعني نظرية القيمة النهائية نظرية القيمة النهائية فعندنا هذا نظرية القيمة in the Laplace transform of f t then if f of s is the Laplace transform of f of t then هذا المفروض يتحقق provided that if does not become infinite for any values of s satisfying يعني أكبر يساوي زيرو
شوف سناخذ في المثال بروف مو هذا بنجي على مثال هنا شوف هنا شنو وين هنا اف اوف اس يعني اللابلاس مال المعادله مضروب في اس وتاخذ له الليمت عندما اس يقترب للصفر لازم يساوي ليمت اف اوف تي لما تي يروح للمالانيه لازم بهالشكل هذا فهسه نجي ياخذ مثال شوف المثال هنا عندنا هذا اللابلاس هذا هو لابلاس فناخذ ليميت ليميت اكس اوف تي ليميت اكس اوف تي لازم من تي يقترب من المالانية نهاية يساوي ليميت مال هذا كله مضروب في اس يعني الاس راح يختصر يعني هذا شوف هذا اس في اف اف اوف اس شنو وين اف اوف اس هو هذا كله اف اوف اس مضروب في اس فالاس تختصر اس ويا الاس المضروب فيها يعني مضروب اس اس يختصر فش يبقى هذا الترم يعني بس هذا اللي يبقى عندنا فكتبناه هنا وليمت مالته لما اس يقترب من الصفر فطبعا اس راح نعوض الصفر هنا راح يطلع قيمة الليمت هو واحد زين احنا هنا هذا لازم يساوي limit of x of t لما t يقترب من المالانهاية طبعا لما x of t هو هذا يعني حل المعادلة هذا هو احنا قبل حالي يعني يطلع هذا زين الليمت مال هذا لما t يقترب من المالانهاية لازم هم يطلع واحد فاحنا نجي t اذا عوضناه مالانهاية راح يصير e للماينس مالانهاية طبعا لمت الواحد هو واحد لمت الثوابت هو نفسه ينزل واحد ناقصا اي للمال الناقص ما لا نهاية يعني اي للناقص ما لا نهاية هو يطلع شو اسمه يعني فد مقدار كلش قليل في اي للناقص ما لا نهاية هو الزيرو لانه انت الاس كل ما يقل القيمة الكلية تقل يعني هذا كله يقل يعني يعني لما نقول اي تربيع يعني معناته اي للماينس 2 معناته 1 على اي تربيع لما نقول اي اس 10 راح يصير 1 على اي للناقص 10 قصدي اي للناقص 10 يعني معناته 1 على اي اس 10 يعني المقام راح يكبر والكميه كلها راح تصغر فكيف الاس اذا صار ناقص ما لا نهايه معناته الكميه راح تقترب من الصفر وبالتالي تصير صفر تقريبا فالصفر ينضرب بهذا المقدار هو صفر فيطلع الليمت مالته هو واحد يعني معناته تحقق الشرط مال الفاينل فاليو ثيورم يعني نظرية القيمة النهائية which approaches know that since the denominator can be factored the satisfied ها يقول هذا شوف هسه هذا لما ناخذ له ليميت يعني هاي الكميه هي اس زائد واحد تكعيب هاي هذا المقام طبعا احنا لازم قيمه اس يعني ايش ما نعوضها بحيث اس يساوي او اكثر من صفر يعني هنا اذا الاس عوضناه قيمه وانطانا ما لا نهايه فإذا النظرية هاي هذا الثيورم ما يتحقق لكن في حالة إذا شنو إذا S يساوي أو أكثر من صفر فإحنا إذا هذا سويناه مربع كامل المقام هنا بس الـ S ناقص واحد يسوي المقام زيرو يعني وطبعا قيم السالبة بالـ S من عوضها يعني غير مطلوبة من عوضها يعني لما يكون من S يساوي أو أكثر من صفر يعني هنا S عوضه صفر او اكبر المقام ما راح يصفر هنا ولذلك هاي النظريه هي valid بالنسبه لهذا السؤال تطبق يعني نجي نطبق هاي النظريه على هالسؤال هذا عندنا x of s طبعا هذا راح نطلع اقواس ونحلل وبكل هذا هنا
هنا هاي ما راح تطبق. ليش؟ لانه هنا شوف هنا احنا طبعا نضرب في اس هذا يعني اس اكس اوف اس الاس راح يروح يختصر ينطينا هذا المقدار. لما نجي ناخذ له ليميت لهذا نجي نعوض عندنا اكس يساوي او اكثر من صفر وين هنا اذا ساوينا الاس زائد واحد راح يصير واحد ناقص واحد صفر فالمقام كله صفر. وهنا اذا ساوينا الاس للزائد اثنين فراح يصير اثنين ناقص اثنين صفر فالمقام صفر. فمعناته بالاس يساوي واحد وبالاس يساوي اثنين هذا هاي النظريه ما راح تتحقق. ويقول since this becomes infinite for s واحد و s اثنين the quant of the theorem are not satisfied يعني ما تحققت الشروط النظرية الفاينل فاليو يعني نظرية القيمة النهائية هنا شروطها ما تحققت. ليش؟ لأنه انطانا بقيم اس موجبة انطانا مقام صفر وبالتالي راح يصير انفينيتي. ولذلك اذا جينا هذا هو الحل. شوف هسه الحل نفسه اذا طبقناه عليه هذا حل اكس اوف تي مال هاي مال هذا اللابلاس الاكس اوف تي طبعا الليمت مال اكس اوف تي لما اكس يروح للمالانها. شوف اذا العفو التي التي لما يتوجه للنهايه هنا اذا نطبق شوف بهالترمات هاي وهاي اذا تي خليناه مع لا نهاية فراح يصير إي الصفر. فإي الصفر هو العفو إي ناقص ما لا نهاية فالكمية كلها صفر فهي صفر هذا الحد يصفر كذلك هذا الحد هم يصفر. لكن هنا وهنا لا هنا إي للاثنين في ما لا نهاية راح يصير إي ما لا نهاية وهنا هم ما لا نهاية فراح تصير ايش راح يطلع عندنا؟ يطلع عندنا هنا الليمت هو ما لا نهايه وهذا مو من شروط الفاينل فاليو ثيورم يعني ما يصير احنا يطلع عندنا ما لا نهايه. The function continues to grow exponentially يعني راح يزيد بالاس راح القيمه راح تزيد بالاس هنا هاي الاثنين. With t and as expected does not approach a limit يعني ما راح يوصل لليمت معين يطلع ما لا نهايه يعني ما وصلنا الى ليمت معين. Mathematically we can understand why this is so by referring to a term is the such as snack yields a root in the right هذا الحكي اللي احنا انا حكيت لكم اياه فهنا ما يتحقق. The proof of the next زين عندنا هذاك شو اسمه كان كان نظرية القيمة النهائية. هذه نظرية القيمة الأولية يعني عكس ذاك وتشوف هنا هي نفس المعادلة بس هناك S يقترب من الصفر هنا تقترب من المالانهاية وهناك كان X يقترب من المالانهاية هنا X يقترب من الصفر يعني هنا الأدوار انعكست هي نفس المعادلة بس الابروتش هنا ننعكس. فهنا نجي بهاي النظرية نظرية القيمة الأولية هنا يقول شو اسمه هنا يقول الموضوع مو كلش the conditions on this theorem are not so stringent as those for the previous one because for functions of interest to us the order of iteration and limiting process need not okay then هسه هذا find the initial value x of 0 فيريد فاليو راح نضربه في اس على مود الاس تروح ينطينا هذا المقدار. زين هذا المقدار راح نضرب الاقواس تطلع هذه. فطبعا الليمت هنا هو اس يقترب من المالانهايه. شوف ايش راح نسوي هنا.
راح يطلع المقام طبعا هو عبارة عن فتح هاي القوسين، هذا الاس يروح طبعا، نفتح القوسين راح نقسم كل حد على اس اس 4، يعني البسط كله يتقسم على اس اس 4 والمقام كله يتقسم على اس اس 4، ف اس اس 4 على اس 4 1، اس اس 4 على اس تربيع، العفو اس اس 4 على اس 4 اس تربيع على اس اس 4 على اس اس 4 راح يطلع 6 على اس تربيع، كذلك هذا يطلع 9 على اس اس 3 وال8 على اس اس 4 هو ناقص 8 على اس اس 4 وكذلك الحدود الجوة. هذا هنا نجي ورا ما نسوي العمليه نجي نعوض اس ما لا نهايه، لما نتعوض المقام ما لا نهايه الكميه كلها تطلع صفر، فهذا وهذا 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 كله صفرين بس يبقى واحد على واحد. ف which clearly goes to unity as s becomes infinite. Hence, وبالتالي x of 0 هو 1. يعني هذا نظرية الـ initial value. زين. Which again checks example 3-3. يعني هذا راح نجي إذا رجعنا على الحل الأصلي وعورنا x صفر، يعني الحل مال هذا نرجع له بالمثال الأولاني ونعوض x صفر فهم ينطينا واحد، x 3-3 اللي هو يمكن أتصور هذا ثلاثة واحد ثلاثة 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 الحل هو هنا، ايه هذا هو الحل. فانت اذا تعوض التي صفر راح يصير يعني اي للصفر هو واحد، وهذا الصفر هو واحد، اي للصفر واحد، اي للصفر واحد، هاي الكوفيشنات كلها تجمعها راح يطلع واحد بالاخير، تنجمع كلها يطلع واحد. زين عندنا شو اسمه، عندنا فتشي قبل ما هذا، هاي صراحة نخليهن، وأكو فتشي مهم نريد نوصل له اللي هو ها transform of integral. احنا شوف انتبه هنا، احنا اخذنا الترانسفورم لابلاس ترانسفورم مال ديريفيتيف، هسه ناخذ لابلاس ترانسفورم مال انتجريشن. شوف ذاك ديريفيتيف هذا انتجريشن. القانون النهائي نعطيك اياه يعني بلاي ما تدوخ بي هو دقيقه وين العلاقه النهائيه، اللي هو هذا. شوف لابلاس مال الانتجريشن هو هذا، يعني f of s على s، يعني هناك بالمشتقة كنا شو نقول، نقول الديريفيتيف اذا كان درجة الاولى ديريفيتيف نقول s مضروبة في ال x of s، وبعدين نجي ناخذ ناقص x of 0 مدري شنو، هذا هنا ماكو، بس هنا بالعكس راح يصير الفانكشن على s مو مضروب في s، يتقسم على s. بس نجي ناخذ المثال هنا، يقول
you will solve the following equation for x of t. هسه عندنا هاي المعادله، شوف هاي المعادله شكو بي تيرم، هذا بي ديريفيتيف بس بي فد حد لاخ هو انتجريشن ناقصا t، ويقول x of 0 هو 3. نجي نطبق اللابلاس على كل المعادله. اذا تطبق اللابلاس على كل المعادله الديريفيتيف هو شنو؟ s مضروب في الx of s ناقصا x of 0، x of 0 3 فسناقص 3. هذا اول حد، هذا خليناه ما يخص هذا. نجي هنا للحد الثاني، راح يصير هنا x of t يعني هو الانتجريشن على يا داله هو x of t، فراح يصير x of s، x of s على s، يعني هذا اللابلاس مال انتجريشن x of s على s ناقصا لابلاس مال t هو واحد على s تربيع. يعني هنا هسه شوف الثلاث حدود اخذنا له هذا يعني لابلاس ترانسفورم على كله، وبعدين نجي ناخذ هذا ويا هذا يعني هذا النقله هنا والناقص ثلاثه النقله للطرف الثاني، ونطلع اكس اكس اوف اس خارج قوس ونوحد المقامات بالطرف اليمنى، وبالاخير يطلع لنا هذا. شوف يطلع لنا هذا، هذا لما يطلع لنا اكس تربيع ناقص واحد يتحلل يصير اكس زائد واحد اكس ناقص واحد، وهنا نقدر نجزئ اولا ثانيا ثالثا ثلاث حدود نجزئها. طبعا ورسا نطلع المقادير يعني اي يعني المفروض هو شو يقول؟ يقول اي هنا هذا يصير اي بي سي، ونجي بالطريقه الاعتياديه راح او هنا شو اسمه يصير هنا هيفي سايد ما عندنا جذور مكرره، راسا هيفي سايد اكسبانشن نطبق، يعني اذا عندنا اكس اذا اس زيرو اذا انا اس زيرو هذا ينلغي يعني هذا ينحذف، فاس زيرو اس زيرو هذا زائد واحد في ناقص واحد ناقص واحد جوا، اذا اس زيرو ناقص واحد على ناقص واحد زائد واحد. زين تجي بعدين تلغي هذا اس زائد واحد يساوي صفر يعني اكس ناقص واحد، تلغي هذا اكس ناقص واحد ناقص واحد في ناقص واحد يعني ناقص اثنين في ناقص واحد زائد اثنين جوه ناقص واحد تربيع زائد واحد ثلاثة ناقص واحد اثنين اثنين على اثنين هم واحد، وهكذا بالنسبة لهذا. هذا تجي تلغي بعدين تلغي هذا واس ناقص واحد يساوي واحد اس يساوي زائد واحد. فتجي تعوض اس زائد واحد واحد في اثنين واحد، وهنا هم نفس الشيء يطلع اثنين على اثنين واحد، فكلها تطلع واحدة. هذا بالهيفي سايد رأسا، وتيجي تحول دولة حسب الجدول يطلع الحل النهائي. زين عندنا يمكن اكو فد سؤال هذا يمكن هو يمكن نفسه اوكي. منو عنده سؤال؟ لحد هنا